تعد حرية الصحافة للإعلامي شيء مهم جدا. حرية الصحافة مهمة جدا، طلعت أنظمة وسقطت أني ما كل بذلك الصحافة بواسطة الصحافة. بالطبع أكيد أكيد مهمة حرية الإعلام. لا توجد أي صحافة في الوقت الحالي. هل عندنا صحافة؟ ده سؤال يعني يمكن آه ويمكن لا. جرد عبارة عن دعايات الآن اللي تمشي ولا يجيبون الحقيقة يوصلون الحقيقة. حرية الصحافة في الجنوب واليمن عامة مهمشة جدا. رجال الأمن عندما يشاهدون الكاميرا كأنهم يشاهدون مدفع رشاش في وجوههم. يعني في حرية لكن في نطاق محدد. مشكلتنا في اليمن أن المعلومة صعبة، الحرية موجودة نوعا ما. نتمنى أن يكون هناك قانون فعال. في اليمن موجود قانون حق الحصول على المعلومة للصحفي، إلا أنه مغيب تماما. رأيي الصحفي له الحق يدخل في الأمور السياسية العسكرية في كل أمور. وضع مقلق أمني، فتوقعاتي لن تكون هناك حرية صحفية مطلقة. ما في حد يحميهم وما في حد يوقف معهم. علينا أن نناضل نحن من أجل فرض كلمتنا في الدور الصحفي. البعض يستغل حرية الصحافة في اليمن لحرب الغير، لنشر الشائعات. من هناك صحفيين نزهاء؟ الصحفي المتملق هو اللي يبيع نفسه. برأيي يعني ما فيش صحفي انه بيجيب فتنة، بيجيب نكد، يعني بيجيب حاجة لبلاده. فهم يقولون الصحفي الإعلامي له حدود، من قال انه له حدود؟